السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. عبرت تنسيقية الحركات الشمالية عن دعمها الثابت للعملية التي وصفتها بالوطنية والناجحة التي قامت بها قوات الدفاع والأمن المالية، وأدت للإطاحة بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا. وقالت التنسيقية الأزوادية في بيان إنها باعتبارها عضوا فاعلا في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، تلبي نداء اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب المالي وتعلن دعمها الثابت لها. موقف لم يبتعد كثيرا من حراك 5 يونيو الذي قاد عدة مظاهرات احتجاجية تطالب باستقالة إيباكا كما يعرف في الداخل المالي، غير أن الموقف الداخلي المؤيد للانقلاب لا يزال يفتقر لتأييد خارجي، فقد رفضت مجموعة الخمس في الساحل الاعتراف بالانقلاب وطالبت بالإفراج عن الرئيس كيتا وأعضاء حكومته المحتجزين. وإلى ذلك أيضا ذهبت الإكواس والاتحاد الإفريقي الذي علق عضوية مالي، وكذلك أيضا إلى ذلك ذهبت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة. انقلاب مالي سياقه ومآلاته نناقشه في هذه الحلقة من برنامج المشهد مع ضيفنا الصحفي والمتابع للشأن الإفريقي عبد الودود الجيلاني. أهلا بكم ضيفي الكريم، أشكرك على قبول الدعوة. قبل أشهر وتحديدا في 10 الأوائل من يونيو كنت معي في حلقة من هذا البرنامج نناقش الملف المالي على ضوء المظاهرة الأولى التي قادها حراك 5 يونيو، وكانت حينها المطالب متدنية السقف إذا صح التعبير، كانت تطالب بإصلاحات، تطالب بتحسين الوضعية المعيشية، لكن سرعان ما تطورت المظاهرات وارتفع سقف المطالب ليصل إلى المطالبة باستقالة الرئيس، وهو ربما ما قاد لاحقا الانقلابيين إلى تنفيذ محاولتهم التي ناجحة داخليا حتى الآن. باعتقادك ما الأسباب التي توافرت للانقلابيين حتى استطاعوا أن يصلوا بهذه السرعة إلى القصر الرئاسي وأن يحققوا هدفهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا لا يمكن أن أسمي ما حدث في مالي انقلاب، لأن جرت العادة بأن لا يكون هنالك فرصة، لا تكون هنالك فرصة للمنقلب عليه للتوجه إلى الأمة وإلقاء خطاب. فبالنسبة لما حدث في مالي هو صفقة تم التساوم عليها من جميع الأطراف، وتم الاتفاق على الطريقة التي ستنفذ بها. في الحقيقة لقد أدت الأوضاع وضعف نظام إبراهيم بوبكر كيتا وانتشار الفساد يعني وخاصة لما بدأت هذه الجائحة، لأن مالي كل ما لديها يأتي من الحدود، وجميع الحدود أغلقت، وبالتالي طبعا شيء طبيعي أن يقع هنالك استياء بين المواطنين، وشيئا ما يعني تحميل النظام الوضع وبالتالي المطالبة بتغييره. لكن الأطراف الموجودة، أنا المرة اللي فاتت أعتقد أني قلت من هذا الاستديو أن مالي أصبحت أشبه هي بشركة ذات جنسيات متعددة، وبالتالي تدار من طرف مجلس إدارة ممثلين في جميع الأطراف. هذا ما أكد هذا النوع من اللي ما يسميه البعض بالانقلاب، لأن الأطراف التي تدير مالي مجلس إدارة الشركة متعددة الجنسيات هو اللي بي 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 بالمساومة فيما بينه ارتأى أن الحل هو في هذه الحركة التي وقعت أمس
لكن خلينا نتوقف عند هذه التحليل أو زاوية التحليل هذه بشيء من التفصيل. منطقيا لم تكن هناك خيارات أخرى، كانت هناك سلسلة محاولات قادتها المجموعة الاقتصادية الغربية الأفريقية الإكواس، وكانت هناك أيضا محاولات أخرى. ألم يكن هناك من مخرج لكيتا غير أن يساوم على انقلاب لا يخرجه من السلطة بصورة مشرفة؟ لا، لم تكن هناك في الحقيقة. كان الحل الوحيد هو هذا. وبالمناسبة الإكواس ليست عضو في مجلس إدارة الشركة، وبالتالي هي مجرد مراقب. لكنها قادت عدة محاولات، أرسلت عدة بعثات تحاول من خلالها أن تجد مخرجا لكيتا أو أن تجد حلا للأزمة التي بدت مستعصية على جميع المحاولات. أرسلت رؤساء سابقين حاليين، أرسلت بعثات، عقدت قمة طارئة من أجل البحث عن حل، قدمت مقترحاتها لحل هذه الأزمة. باعتقادك كل هذه المحاولات لم تكن أو لم تستطع التوصل إلى مخرج غير هذه الصيغة، أن يخرج الرئيس وحكومته عبر انقلاب. أعتقد أن الوسائل اللي استخدمت الإكواس واللي حتى الاتحاد الإفريقي لم تكن هي الوسائل المناسبة للأزمة، لأن الأزمة أزمة اجتماعية سياسية. ولما تقول أزمة اجتماعية معناته أنه فيها جانب يتعلق بحياة المواطن، وهذه المنظمات لم تقدم في هذا الجانب أي شيء. كل ما قدمته هو في ما يخص السياسة، أما الجانب الاجتماعي لم تقدم أي حلول، ولم تقدم أي يعني وسائل يمكن على الأقل أن تخفف الجانب الاجتماعي في هذه الأزمة. لذلك كان يعني ما قامت به لم يعطي أي نتيجة، وكان لابد من الوصول إلى هذا، لأن الأطراف اللي فرنسا مثلا، نحن لما نرجع إلى طريقة ردات الفعل في بداية تنفيذ الصفقة، أنا لا يمكن أسميه انقلاب، يعني من ما قلت لك انقلاب يكون منقلب عليه يوجه خطاب إلى الأمة، ويأتي المنقلب في سيارات فخمة ويحمل فيها، هذا لا يمكن أن نسميه انقلاب، وإحنا نعرف الانقلابات اللي تقع. أظن لما نرجع إلى ردات الفعل، ما كانت مجرد بيانات مستنسخة. سنصل لموقف الجهات الإقليمية والدولية من الانقلاب بعد أن ننهي نقاش الملف الداخلي. الشخصيات التي قادت الانقلاب، الشخصيات العسكرية، كانت من الصف الثاني والصف الثالث، ما يطرح السؤال، ولم تواجه بدفاع تقريبا يذكر. في الصباح سمعنا أو وردت المعلومات أنه في إطلاق نار في أكبر كتيبة عسكرية أو ثكنة عسكرية في البلاد، بعدها بساعات أعلن عن الانقلاب، وبدأت الأحداث تتسارع إلى أن وصل إلى القبض على الرئيس وبعض أعضاء حكومته. المقربون من الرئيس من الجيش، باعتقادك ما الذي منعهم من الدفاع عن الرئيس، على اعتبار أنه قادة الانقلاب كانوا من الصف الثاني والثالث وكانوا مجرد جنود؟ هذا دليل على أن القضية صفقة، لأن لم تكن هنالك مقاومة، وحتى العير النارية التي أطلقت في الهواء لم تطلق كطلقات قتالية، كانت كاستهداف لهدف معين، لا كانت كلها تحذيرية مجرد هكذا. ثم أنه والدليل على أيضا أنها صفقة، طبعا فيها كل الأطراف حتى حركة الخامس يونيو، بدليل أن عناصر من لجنة الإنقاذ الشعب المالي زارت محمود ديكو اليوم بعد الظهر وناقشت معه بعض الأمور، وهذا دليل على أنه ثم أن
الأغلبية اللي كانت تدعم ببكر كيتا وكانت مستعدة للموت دونه لم يصدر عنها أي بيان إلى حد الساعة، وهذا دليل على أنها على علم بالصفقة. وحتى خطاب الرئيس كيتا كان فيه إشادة بالقوات المسلحة، وإشادة وأن القوات المسلحة ارتأت أنه يجب أنه ينهي الموضوع عند هذا الحد، وبالتالي لم يعد أمامه إلا أن يمتثل. المعروف أنه في مالي تتحكم القوميات بشكل كبير في المشهد السياسي والأمني وفي جوانب أخرى، هل نتوقع أو تتصور، على اعتبار أنك متابع للمشهد الإفريقي، هل تتصور أنه ستكون هناك ردات فعل، ستكون هناك هزات، على اعتبار أنه مالي كما قلنا قبل قليل تعيش أو تؤثر فيها القوميات بشكل كبير؟ لا 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 أوافقك الرأي في قضية تحكم القوميات، باستثناء شمال البلاد، وحتى داخل القومية الواحدة هنالك القبائل، وكل قبيلة لها موقف من ما يدور. وهذا يعني أنه قد تكون هناك ردات فعل على موضوع الانقلاب، بمعنى انه هل نتوقع انه سيكون هناك مثلا ردات فعل بمن هم متضررون من الانقلاب؟ مالي رغم ما تعاني منه الا انها لا تزال دولة، فهي بقايا امبراطورية، والوعي المواطن المالي بالدولة موجود، يغلب على كل الأمور الأخرى. حتى مثلا ما يدور من الصراع بين العرقيات، وهذا أساسه ليس 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 عرقي في الحقيقة، أسبابه أسباب أخرى، أسباب انتقام، لأنه فلان مثلا حركة الماسينا تقتل بعض المواطنين على أساس ديني، مش على وليس على أساس عرقي، ولكن بما أن هي متكونة من عرقية واحدة، هذا يجعل العرقيات الأخرى تنتقم هكذا. يعني وجود الدولة أقوى من العرقيات الموجودة. هذا قد يكون في العاصمة ومحيطها، لكن في الشمال والوسط الدولة فيها ضعيفة جدا. طبعا، ولكن في 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 الوعي المواطن الدولة موجودة، صحيح هي ليست موجودة على الأرض ولكن موجودة، والمواطن يحس. لماذا؟ يعني مثلا إذا تعرضت مجموعة لعمليات قتل أو شيء، تحط الملامة على الدولة وليس على واضح. مشاهدينا الكرام، يبقوا معنا بعد فاصل قصير نواصل النقاش في هذه الحلقة من المشهد التي نخصصها للحديث عن انقلاب مالي، سياقه ومآلاته. يبقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من المشهد التي نخصصها للحديث عن انقلاب مالي، السياق والمآلات. نناقش الموضوع مع الصحفي المتابع للشأن الإفريقي عبد الودود الجيلاني. أحييكم من جديد وأحيي ضيفي الكريم مرة
أخرى. مآلات هذا الانقلاب يبدو أنه داخليا مرحب به، استمعنا قبل قليل لبيان تنسيقية الحركات الشمالية التي دعمت، لكنه خارجيا لا يزال يواجه تحديات كثيرة. الاتحاد الإفريقي اليوم علق عضوية مالي، الإكواس رفضت الانقلاب، مجموعة الخمس في الساحل رفضت ودعت لعودة الهيئة الدستورية إلى عملها، كذلك أيضا دول أوروبية منها دول أوروبية وأيضا الولايات المتحدة. مآلات هذا الانقلاب خارجية. هذا الرفض شكلي، هذا شكلي، لأنه مجرد شعارات لا ينبني عليه أي شيء، بدليل التجارب السابقة اللي وقعت. كل انقلاب يواجه بهذه الأمور، لكن في الحقيقة أغلب خاصة أوروبا وفرنسا أساسا هي مثل ما قلت لك في البداية هي اللي أشرفت على هذه الصفقة، لأن الوضع وصل مرحلة من الغليان، لا بد من الحصول على استراحة للتفكير في يعني صيغة جديدة تمكن من تهدئة الوضع. لكن هذه الصيغة كيف تستطيع باعتقادك الأطراف الفاعلة في المشهد المالي وهي كثيرة أو متباينة المصالح أحيانا، كيف تستطيع أن تتفق عليها وهي تقريبا الآن الأطراف الخارجية الإقليمية كانت أو دولية متفقة على رفض الانقلاب على الأقل في المرحلة الحالية؟ أنا أعتقد أن مآلات هذا الحركة أو هذه الصفقة هي أساسا مربوطة بطريقة تعامل هؤلاء هذه اللجنة، لجنة الإنقاذ الشعب المالي، مع السياسيين المؤثرين اللي موجودين في الساحة. إذا تعاملت معهم بالطريقة اللي تصون لهم مكانتهم في المجتمع قد تمشي الأمور ويكون هنالك فترة انتقالية، ومن بعدها طبعا ترجع الأمور، تجرى انتخابات وترجع الأمور. لكن في تجارب سابقة، في تجارب سابقة في المنطقة كان فيها تدخل مجموعة الإكواس التي ربما كانت أكثر الأطراف الإقليمية جدية في بحثها عن إيجاد حلول لما عانته مالي من أزمة سياسية، كانت تدخلاتها في دول أخرى في المنطقة حاسمة فيما يتعلق بملفات كهذه. صحيح، لكن مالي تختلف عن هذه البلدان من حيث المساحة ومن حيث عدد القوات الموجودة على هذه المساحة. قوات الإكواس لا تمثل شيء بالنسبة لما هو موجود من القوات. هنالك قوات برخان، هنالك قوات جيسانك، هنالك قوات القوات الأوروبية، هنالك القوات الأمريكية، هنالك قوات هنالك قوات روسية. معناته أنه هنالك جيوش في عشرات آلاف الجنود، وبالتالي الاكواس القوات الاكواس لا تمثل اي شيء، لكنها اذا ربطنا موقف دول الاكواس بالموقف الاوروبي وموقف الولايات المتحده ومجموعه دول اخرى الذي يتفق حتى الان ويتناسق في رفضه للانقلاب، الا يعزز ذلك؟ صحيح انه الاكواس ليس لها ذاك الحضور الامني اذا قارناه بحضور فرنسا مثلا أو حضور مجموعة الخمس في الساحل أو قوات المينوسما، لكنه يتفق معها في الموقف الرافض حتى الآن للانقلاب، وهذا ربما ما يعزز من موقف الإكواس التي كانت تدخلاتها كما قلنا قبل قليل في دول أخرى في المنطقة حاسمة في هكذا ملفات. أولا نختار نقول لك أنه بالنسبة لمالي وبوموكو خاصة لا يمكن أن يتحرك جندي مالي واحد إلا وهو أمام عدسات الكاميرا المراقبة،
بالنسبة لهذه القوات الموجودة هناك كلها. وبالتالي التحرك لما وقع في كاتي كان مباركا، إذ كان يمكن في أسرع وقت يوقف عند حده، لأنه أولا الأسلحة اللي عندهم لا تمثل أي شيء، ثانيا العدد لا يمثل أي شيء، حتى العدد لا يمثل أي شيء، وضباط السامون اللي هم الجنرالات حيدوا عن هذا المشهد، لأنه سيكون مشاركة الجنرالات ستعطي صبغة انقلاب أكثر من مشاركة يعني الضباط مثل عقيد ورائد وإلى آخره. طيب بناء على كل ذلك، ما المآلات التي تصور أنه سينتهي إليها هذا الانقلاب أو هذه المحاولة التي أدت حتى الآن إلى اعتقال الرئيس كيتا وبعض أعضاء حكومته؟ هذا كله هاي المآلات مربوطة ببقية السيناريو المرسوم أصلا قبل وصول هذه اللجنة. إذا كان وأكيد أنا بالنسبة لي وقعت مساومات لا شك، هاي المساومات طبعا وضعت الحل، وضعت ما وراء الحل. الحل هو أن يقع هذا التنازل، رئيس مستقيل لا يمكن أنك تقول عليه انقلاب، رئيس يوجه خطاب إلى الأمة هذا لا يمكن. لكن في النهاية هي الاستقالة كانت ربما هي النقطة الأخيرة، وفي النهاية لم يكن أمامه الكثير من الخيارات. رئيس محمود في سيارات فاخرة لا يمكن يكون هذا انقلاب، وهم وصلوا للرئيس قبل ما يتجهوا إلى الإذاعة والتلفزيون، وهذا دليل على إنه القضية منسق فيها تنسيق مسبق، وبالتالي المآل كله مرتبط ببقية السيناريو اللي نحن لم نطلع عليها. هل هي ستكون مشاركة يعني تقسيم الأدوار بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، لأنه حتى في خطاب المتحدث الرسمي باسم اللجنة دعا المجتمع المدني والجمعيات إلى المشاركة معهم في هذا، وهذا جزء من العون. وبناء على ما تقدم حتى الآن من السيناريو، باعتقادك ما مآلاته، ما الخيارات المتاحة الآن، السيناريوهات الأخرى؟ بناء على ما تقدم الآن أظن على أن سيكون هنالك تقسيم أدوار، والمشكلة فين؟ هل مثلا تنسيقية الشمال، تنسيقية الشمال اللي أعلن عنها واللي سوات بيان، هل هي كانت على علم أو طرف في هذا، أم لعب اللعبة بدونهم؟ هذا هو السؤال. بعض قادة الانقلاب هم من عرب الشمال، لكن خلينا نتوقف عند المباركة، عند نقطة المباركة كلهم من المباركة الخارجية. خلينا نتوقف عند المباركة الخارجية التي حتى الآن يبدو أن تفتقدها أو يفتقدها قادة الانقلابيون. هل تعتقد أنها ستكون مؤثرة لدرجة إفشال المحاولة الانقلابية أو تغيير مسارها وسيناريوهاتها؟ أنا أعتقد أن ردة الفعل الخارجية هي يعني مجرد شكلية الآن، طبعا خاصة الفاعلين الأساسيين اللي هي فرنسا. فرنسا ما ردة فعلها كانت إيش؟ كانت فقط بيان يعني بسيط أنه لن يقبلوا أي تغيير غير دستوري، وهي موجودة في المكان وعندها الوسائل كل شيء بأكثر من 5000 جندي. لكن هذه البيانات، هذا الرفض من دول المنطقة ومن دول أيضا أخرى خارج إفريقيا، هل سيؤثر إذا بقي على وضعه الحالي، هل سيؤثر على نجاح الانقلاب فيما تبقى من مساره؟
لا أعتقد أنه سيؤثر، لأنه حتى في الانقلابات اللي قبله لم يؤثر، لم يؤثر، لأنه هو مجرد حركة أخلاقية، لأن هذه دول تدعي الديمقراطية والانقلابات صبحت شيء مرفوض، وحتى لو كانت هي الوراء الحركة، بس أخلاقيا ملزمة برفض هذا الشيء في انتظار أنه يعود النظام الدستوري، اللي طبعا لن يعود بالرئيس اللي بهيئته التي كانت قبل الانقلاب، فقط إجراء انتخابات وتعددية. الأحزاب حتى الأحزاب باقية ما انحلت ولا شيء، اللي انحل فقط هو البرلمان، وهذا طبيعي لأن البرلمان كان جزء من الخلاف. طيب، من السيناريوهات التي يطرحها بعض المراقبين أنه بعض قادة الانقلاب خريجون الجامعات أو الكليات الدفاع الروسية، وهذا مبعث القلق بالنسبة للأوروبيين، وربما هو ما دفعهم لعدم مباركة أو تأييد الانقلاب في لحظته الأولى. باعتقادك هكذا معطيات، هل يؤثر على طبيعة العلاقة بين قادة الانقلابات في المنطقة مع الفاعلين في المشهد الإفريقي سواء كانوا أوروبيين أو غيرهم؟ روسيا فاعل كبير في مالي، وحتى الأوروبيين يعرفون هذا الشيء، وفيه تفاهم ما بين الفاعلين كلهم في مالي، في بخصوص يعني تسيير مالي. روسيا ليست جديدة على الملف، فهي من حتى الممولين والمسلحين، حتى مثلا الهليكوبترات روسيا هي اللي تشتغل، بعكس البيمال الفرنسية اللي شاثمة على الأرض، فهي ليست جديدة. وهذا لا أظن أنه إذن بذلك مشاهدينا الكرام نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد. باسمكم جميعا أشكر ضيفي الصحفي المتابع للشأن الإفريقي عبد الودود الجيلاني، كما أشكركم أنتم على طيب المتابعة. ختاما هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا وإلى اللقاء.